في مدينة المنسير. القسم الثاني من اليوم هذا باش نقدموا فيه تجارب لمشاريع ناجحة قامت بها العديد من الجمعيات. عندنا جمعية سيليبر اللي كانت أطلقت البوابة تاع مدينة صيدلة باش نشوفوا باش يقدم لنا سي نزار التجربة تاعها. عندنا جمعية بوصلة السيدة شيماء باش تعطينا التجربة تاعها. باش نبدا اول شيء وبعدين باش نعرض الكلام على بوابه مدينه المنسيه. سي نزار شكرا رمزي، مرحبا بكم الكل. دونك احنا كي نظمنا اليوم هذا فكرنا انه يكون نصف يوم بولاني معناتها باش نقدموا المبادئ وليزا سبي تيوري، وخلينا في النصف الثاني نقدموا شويه تجارب. عندنا في صياده عندنا تجربه راكده باش نبداو نقدموها هي كتجربة باش كيفاش عملناها، ومن بعد باش تكون فما تجربة جمعية البوصلة بالمشروع الجديد اللي عملوه اللي هو مرصد بلدية. الناس الكل تعرف جمعية البوصلة بالبروجي اللي كتبوه في مرجع مرصد المجلس التأسيسي. دونك يحبوا يعملوا نفس الشيء في مستوى البلديات. دونك باش تجي الأخت شيماء تقدم لنا مشروع، واليوم هذا الأصل نتاعو الأصيل أنه حابين يكون مناسبة باش نلانسيو باش نعملوا الانطلاق الرسمي نتاع بوابة مدينة المستير بالتعاون مع البلدية وبالتعاون مع أعضاء جمعية الثقافة الرقمية الحرة بلاد المستير اللي يحبوا ينصحوا على تجربة صيادة واللي نقوم ماذا بينا نحسنوها ونطوروها. قبل ما نبدا المداخلة نتاعي نحب باسمي الخاص وباسم أعضاء جمعية الثقافة الرقمية الحرة نرحب بصديقي سي سهيل العلويني اللي هو قبل كل شيء بالنسبة لي ديما نقدمه على أساس أنه ناشط في المجتمع المدني وناشط في جروب اوبن جوب تونيزيا اللي هو جروب يحاول يدعم المبادئ نتاع الحوكمه المفتوحه في تونس، واكسسوارمون ولا لاقي في مجلس نواب الشعب، وهو في اللجنه اللي لاقيها بالحوكمه الرشيده في مجلس نواب الشعب. دونك هو موجود هنا قبل الدعوه بارك الله فيه كصديق، وباش ممكن باش ينجم بعد ياخذ الملاحظات نتاعكم. باش نعطيه طلب مني كلمه يحب يتكلم على تجربه صياد، باش نعطيه كلمه بتاكسين زمان بعد ما نكمل تقديم نتاع التجربه نتاعكم. دونك بوابة صيادة بدات زادة كمشروع، بدات مشروع تاع مجتمع مدني. مجتمع مدني بلاد صيادة نحن كما كنا ونعطي لو ميم كونستا اللي عملوا في سي علي، بانه المواطن ماهوش قاعد امبليكي في الحياة الثقافية، خممنا حتى في الاسبي نتاع الحوكمة ولا الامبليكاسيون في الحياة البلدية، حتى في الحياة الثقافية في النشاطات قلنا الشباب سيرتو ماهوش قاعد امبليكي. دونك كيفاش احسن حاجه نجمو نوصلوا للشباب؟ الشباب الكل توا تبارك الله معناتها راه في القهاوي قاعد بالتليفون نتاعو بالتابلت نتاعو بالبورتابل نتاعو. دونك جات الفكره الاوليه انه نلانسيو البوابه هذه على الانترنت باش الجمعيات النشطاء الناشطين في المجتمع المدني تعلن عن ليزاكتيفيتي نتاعها، تعلن عن ليزاكسيون نتاعها ترافيل البوابه بور سونسيبيليزي لو ماكسيموم دو مون. لكن مع تنصيب النيابه الخصوصيه في صيادة جات فكره نتاع تشارك نتاع تعاون اخرى، هي انه تحاول المجلس الموجود في البلديه خصوصا تقارير الليجان خصوصا المحاضر اكسترا تحاول زاد كيف بويسكو زاد حتى في صيادة ولا لو ميم بروبليم معناتها اللي باش يحضر في مجلس جلسه تمهيديه ولا في جلسه اخرى ديما يجي جوست على خاطر عنده مشكله شخصيه يحب النيابه تحلها ويمشي على روحه ما عادش يتراوح في الجلسات الاخرى. دونك قلنا نحاول نزيدو نقرب للمواطن حتى اذا ما يحضرش هو نوريو او عندنا لي بيفي نتاعنا او لي ريميون او لي ديسيزيون اكسيتيرا. دونك كان فما تعاون ما بين المجتمع المدني اللي بعد تشكل ولينا جمعيه الثقافه الرقميه برا والمجلس البلدي. التعاون سهل برشا، فما دوز اسبي. نحن كمجتمع مدني عندنا لي كومبيتونس تكنيك باش نجمو نحطوا موقع ويب فونكسيونيل على الانترنت، وهذه توا ولات معناتها ساهله برشا. اي شاب نقول كما نقول اللي برباش في الانفورماتيك ينجم يعملها، معناتها توا 3-4 كليك سويفون تنجم تلقى عندك سكيلات نتاع سيت ويب اللي من بعد المشكله هي في وضع البيانات. دونك البلديه النيابه الخصوصيه في صيادة سيت اونكاجي انها تعمل بوبليكاسيون تاع لي دوني هذوما على الانترنت. وهو للانكدوت معناتها الطرفه انه وقت اللي لانسينا البروجي حتى البلديه في صيادة ما عندهاش كونكسيون انترنت. دونك كانت طريقة كما نقولوا غير مباشرة، البيانات ياخذها العون الإلهي بالسيرفيس انفورماتيك في البلدية اللي هو خويا صغير، وكي يروح للدار يعني يبعث لي برميل وأنا نحط بابليكاسيون وأنا أتوندون إنه ولات البلدية عندها الإنترنت ولينا مشينا لهم الغالي وعملنا لهم يمكن فورماسيون باش يولوا هما ديريكت يحطوا البيانات على الموقع.
بالنسبه للتجربه هذه دونك ثم دوز اسبي دونك ثم الاسبي تاع الحكمه المفتوحه وثم الاسبي تاع البيانات المفتوحه. بالنسبه للحكمه المفتوحه حتى حاجه تعمل البلديه دونك كما قلنا في الكيفاسيون ريغليير بصفه نظمه تعمل في الكوميونيكاسيون تاع لي بيزي تاع القرارات تاع لي كوميسيون اكسيتيرا لي بيزي تاع الاجتماعات العامه زاد كيف قاعدين يتخطوا افيرا ميزور مع كل اجتماع. وكي هو عملنا اون اوتر ايتاب هما الاستفتاءات باش نشوفوا نرصدوا راي المواطن في بعض القرارات مثلا مع الشريعه والصيادله الكل يعرفوا انه فيها لوروبوان دو دوفان انه بعد الثوره وبعد 14 سنه جات لجنه التجهيز قالت راهو فيها بروبليم دو سيكوريتي راهو اني مال في دونك جات بعد 14 سنه كسرتو دونك وقتها جات الحكايه مع بدايه تنصيب النيابه الخصوصيه دونك برشا مواطنين شعروا بكون النيابه الخصوصيه اللي جبناها مشتلها لنا بالزبله والخروبه تعملنا كسرنا في الرونبوان تاع الدوفانات تاع الصيادله اللي قلت لك. دونك هنا جات الفكره انه نشاركوا المواطنين شنو رايكم اسكو نخليو نفس الدوفانات اسكو نعملوا ستركتور جديده اكسترا. عملنا بي سونداج وجابوا فيه المواطنين كيف كيف عندنا مشكلة في السوق نتاع الصيادلة اللي الناس الكل بعد الغادي من طريق القطبة تعرف اللي هو يكوز على بوتياج إنور دونك كيف كيف صارت مدة في تفكير نتاع التنقيل دونك طلبنا المجلس البلدي المجتمع المجلس البلدي برشا سكان المجتمع المجلس البلدي المجتمع البلدي المواطن دونك طلبت البلدية تشوف شنو آراء المواطنين في تبديله في مشي اقتراح تاع مكان معين. حاجة أخرى عملتها اللي صار le plan d'investissement est ici en 2014-2018, il a été annulé et puis il y a un autre plan en 2016-2020. Donc en fait, il y a le niveau de souci aux baladiers qui ont mis en place le barnage de l'État. Les baladiers ont fait, c'est comme on dit, les axes de la machine, les grands axes, le DIR, le BIR, le Chabab, le Tassin Trocat, le Tahle, etc. Donc on a des rubriques bien définies. وطلبت المواطنين انهم تعملهم كلاسمون بار بريوريتي في اساس انه بعد البلديه كل تاخذ بعين الاعتبار حسب الامكانيات نتاعها لي بريوريتي هذوما باش تحطهم على ارض الواقع. دونك هذا الاسبي الاولاني نتاع الحكم المفتوحه. والاسبي الثاني هو نتاع البيانات العامه دونك كيف كيف من تقريبا من جانف 2012 موجودين كل شهر لي زيتا نتاع لي فينونس المداخيل والمصاريف نتاع البلديه بالتطبيق موجودين مع اي مواطن ينجم يدخل في صياده ويشوف لي روسيت هذوما بالتطبيق. وكيف كيف البلديه تشارك قدام شويه ولا تعمل في بوبليكاسيون تاع لي زيتا سيفيل عدد الولادات عدد الولايات عدد الازواج دونك وطلاب موجودين. برشا يسألون علاش مشات التجربة هذه في صيادة وما كانهاش في بلاصة أخرى، وأنا ديما جورا ريزيوم في حاجتين، دان كوتي ثم اللي بالأخضر الإمكان معناتها العزيمة والكومبيتونس تكنيك اللي متوفرة في المجتمع المدني، وتصور موجودة في كل بلاصة في تونس، أنه المجتمع المدني يحب يشارك ويحب ينشط، ومن شيرة أخرى اللي هي رائعة شوية هي العزيمة والانفتاح نتاع المجلس البلدي اللي مش موجود في برشا مجالس. برشا ناس تقول لك فك عليا هذا الباب نتاع الشركه سد عليا المشكله الباب هذا الباب اللي يجي منه الريح سد وستري. دونك العزيمه اليوم ان شاء الله لقيناها في المجلس البلدي نتاع مستير وان شاء الله تتطور. دونك بالنسبه للصياد كتجربه رائده كانت دونك حصه تاع الجائزه الاولى في لوكال جوب بي ان اووردز عام 2012 اللي نظمها بالمناسبه وقت الاخ سهيل ومجموعه الاوبن جوب بي ان. دونك هذا كنتيجه لاني واحد من الناس اللي نستخر بها برشا كولد صياده معناتها هو انه في مناقشه دستور جديد صياده ريتي سيتي كوم اكزامبل وقت اللي حاطين الارتيكل 139 اللي حكيت عليه الاخت سعاد بكري. دونك صياده ريتي سيتي كوم اكزامبل كوم كوا سيت ان اكزامبل اللي عملوه دي كومبيتونس توانسه ما جبناهوش كما قالوا من امريكا ولا من بلاد اخرى. نو سي سون تونيزيان بلاد توانسه بامكانيات تونسيه عملنا التجربه هذه وكان دونك ذكر مشروع صياده في الفصل 139. السؤال اللي ديما يطرحوه برشا ناس يعطيكم الصحه هاكم تعملوا في البوبليكاسيون تاع لي بي بي هاكم تصفوا تعملوا في لي دوني ومن بعد بلاش يصرح الشيء هذا. هو كي نرجعوا للديفينيسيون دو باز تاع البيانات المفتوحه يقول لك انه الهيكل العمومي
كسوسوا بلديه كسوسوا اطار عمومي، يلزموا يوفر المعطيات، ومن بعد ثم خبراء باش تجي تعمل اناليز تاع المعطيات هذيك، خبراء اقتصاد، خبراء علم اجتماع، خبراء اخرين. بون انا حاولت ناخذ دوز اكزومبل ساهلين برشا باش نوريك انا كمواطن بسيط شنو انا جنب نعمل بالبيانات هذه اللي متوفره في البوابه. اول اكزامبل اللي يعني بون حكاو لي عليه مثلا كي نشوف نجي نشوف هذوما تو مثلا تاع عام 2012 المعطيات نتاع الحاله المدنيه. دونك مثلا عندي ولادات بون في صيادله مثلا نلاحظ انه عام 2012 عندي 125 ولادات ذكور 80 ولادات اناث. المعلومه هذه باش نجم نستغلها؟ نجم نستغلها اذا كنت انا مثلا حانوت نتاع حوايج طبيبيه. كي نشوف المعطيات هذه شنو نعمل؟ نقول باش نشري حوايج نتاع ولاد الكره اكثر من ولاد ما من البنات. مثلا سيلي دالانتيليجونس معناتها اذا كانت المعطيات هذه متوفره في بلديه كبيره ولا في مستوى ولايه نجم اني كحانوت في مستير في مطار الولايه نولي نعرف نعرف باش نختار بعد ست سنين نقول باش يدخلوا اكثر ولاد للمدرسه دونك نشري كراتب نتاع ولاد اكثر من كراتب نتاع بنات. مثلا معناتها اكزومبل هذايا بون انا مش خبير اقتصادي مي سي سو دي اكزومبل. الاكزومبل اللي انا خدمته وسرقته من عند وخيلنا في البوصله هي اني عملت اللي سموه البوصله في المجلس التاسيسي عملته على المجلس تاع النواب تاع البلدي. خذيت لي بي في وخيلت الفضول ارضيا وخرجت التابلو هذا. دونك انا عندي مثلا لاحظ انه عندي عضو مجلس ربيع عام 2012 من موجودين بيانات تاع 2013 2014 2015 نقول. دونك عندي نائب ما خليت لهمش اساميهم خاطر نيابه خصوصيه بون مي بون. دونك عندي نائب العضو عدد سبعه هذا غايب حاضر بنسبه 25% في المجلس. في 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 دونك السيد هذا كان باش يترشح مثلا في الانتخابات البلديه الجايه ان شاء الله على قريب. نجم نقرا حسابي يقول السيد هذا ديجا كان عضو في النيابه الخصوصيه وخرج جمله من تحتها جمله دونك الواحد باش يترشح. داكور؟ فوالا اكزاكتومون ويون كونت الفير كجمعيه كمجتمع مدني في صعيد اون كونت الفير باش بور سونسيبيليزي دونك هذا زاد كيف كيف استغلال تاع البيانات جوست انا خذيت المحاضر شفت شكون حاضر وشكون غايب ونجم نعملها 2012 و2013 و2014. البروسيسور نحن في صيادة عندنا خاصية كبيرة انه عندنا جالية كبيرة في فرنسا. دونك الجالية الكبيرة في فرنسا ديما تحس روحها معناتها فاقدة التواصل مع البلاد ومع ولاد البلاد. دونك دراسة البوابة هذيا ولاو حاسين رواحهم قراب وقت اللي حسوا انه فما مشكلة نتاع النظافة وقت الناس كنت تشكى من الوسخ ومش كنت النظافة عملوا جمعية في باريس يعني جمعية أبناء صيادة في باريس وعملوا إنكولاك وهداو للبلدية اللي مواردها بسيطة برشا هداو لها لو كاميون بان داسوز باش ساهموا هما بطريقتهم في إنجاح العمل البلدي وفي تنظيف البلد. هذه كانت مبادرة منهم وقت اللي حسوا إنه فما مشكلة نتاع وسخ وإنه البلدية مش قادرة دونك كانت هذه مبادرة منهم. المشروع الجديد اللي اليوم باش نطلقوه دونك هو انه نحاولوا كيف كيف زاد نسهلوا ونبسطوا الاستغلال نتاع البيانات هذه. دونك كما قلنا سي بيان دافوار لي دوني من بعد نحاولوا نستغلوها بطريقه مثلى. دونك مع التعاون مع شركة انجري كاكتوس اللي هما حاضرين موجودين معنا اليوم ونشكرهم على الدور تاعهم اللي هما يساندوا في مجتمع نتاع سكون ابل دي ديفلوبور اللي هما بريبال تونيزيا مجتمع بريبال تونيزيا اللي عندهم لا كومبيتونس تكنيك وينجموا يعاونوا عندهم لا فولونتي انهم يعاونوا الادارات والمجالس انها تعمل دي سيت دي بورتاي دو دوني. دونك بالتعاون نتاعهم لانسينا ان نوفو بورتاي سبيسيفيك بور ليكسبلواتاسيون دي دوني اي لا سامبليفيكاسيون دو ليكسبلواتاسيون دو دوني باش الناس تعرف تتعامل معاه. باش نعطيكم جوست زوز امثله نتاع اكسبلواتاسيون نتاع التطور نتاع الميزانيه نتاع البلديه والاحصائيه نتاع الحاله المدنيه. دونك سي بيان دافوار دي تابلو. دونك هذه البوابه الجديده. دونك فما البوابه القديمه اللي تكون بوابه نتاع اعلانات نتاع نشر وثائق نتاع كذا، مي هذه بوابه خاصه بالبيانات. مثلا عندي البيانات نتاع التطور الميزانيه. دونك نحن كنا ننشروها بصفة كما نقولوا بريد إن شاء الله
كونيكسيون كونيكسيون فوالا. دونك هذا نورمالمون في السيت القديم، في السيت القديم كنا ننشروا البيانات بصفه هذه، دونك عندنا السنة وعندنا الميزانيه قداش غراس لي زوتي اللي موجود تو اللي وقع الديفلوبمون تاعو. دونك كيما قلت لكم من لورد في انجليكاتيس وفي تريبال تونيزيا، عندي امكانيه اني نستغل البيانات بصفه معناتها جرافيك. دونك هذا مثلا تطور الميزانيه من سنه، عشان مش ظاهره برشا ممكن سامحوني، دونك من سنه 2008 حتى 2014 نشوفوا كيف التطور بتاع الميزانيه. بون بيك هذا زاد سي تان بيك اللي جماعه المجلس البلدي يقولوا راهو حكايه التشاركيه والشفافيه عندها فيها دور، خاطر كما قال سي علي بكري المشكله هي الثقه. الثقه ما بين المواطن واللي باش ياخذ القرار، اذا اني نوريه فاش قاعد نعمل الفلوس اللي قاعد ناخذ فيها اني كبلديه من عند المواطن، نوريه فاش قاعد نصرف فيها فاش قاعد نعمل فيها، دونك فما تاع الثقه وفما ولا بيك هذا اللي فريمون تري انتريسون اناليزي. من بعد المثال الاخر اللي حكيت لكم عليه في تابلو، دونك هو نتاع الحاله المدنيه، دونك كيف اللي كنا نعملوا فيه دو فاسون كيما نقولوا بيت ايميشون. اللي سيتي جوست ان تابلو، دونك فما امكانيه اني نستغلها بطريقه فوالا. دونك هذا تابلو بهذا مثلا البيانات نتاع سنه 2014 الشهور ولادات ذكور اناث اكسيتيرا، دونك نجم كيف نستغلهم بطريقه جرافيك. دونك نحط الاشهر بارابور ولادات ذكور وولادات اناث، دونك هنا يعطيني هذه الفالور تصير توتال. بون توتال بريس مثلا عندي 88 ولادات اناث و 93 ولادات ذكور، وهذوما الجرافيك ايفولوسيون كل شهر. دونك هنا كيف الهدف من البوابه هذه هو تسهيل المانيبيلاسيون تاع لي دوني باش نجمو نستغلوها. ديجا عندنا الخيان في صياده اللي عندهم موقع كيف ثاني برشا استغلوا البيانات هذه وبداو يحاولوا يخرجوا من الانجليز عدد الوفيات عدد الولادات. ومن هنا ممكن برشا ناس ولات تتساءل علاش في صياده عدد الوفيات ارتفع في عام معين اكسيتيرا. دونك فما سا كومونس ا انفيتي لي سيتويان ا سوبوزي دي كيستيون، وهذه ديما المرحله الاولى هي تمكين المواطن البيانات اللي بعد يتم الاستغلال نتاعها. فوالا شكرا للانتباه، وان شاء الله دونك البوابه نتاع السير يكون عندها نفس التجربه. وكما قلت لكم بكري باش نعطي الكلمه لسي سهيل اللي يحب ياخذ الكلمه 9 على التجربه.